البقة الفرنسي يدفع ميناء طنجة المتوسط إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. فعلت إدارة ميناء طنجة المتوسط يوم الاثنين نظام اليقظة الصحية والبيئية، وذلك بعد رصد شبهة تواجد حشرات البق، علامة باخرة للمسافرين، وصلت إلى هذه المحطة البحرية قادمة إليها من ميناء مارسيليا الفرنسي. وأفادت مصادر متطابقة بأن عملية المراقبة الصحية الاستباقية التي تباشرها سلطات الميناء أظهرت رصد حشرة البق علامة هذه الباخرة، وهو الأمر الذي استدعى تفعيل بروتوكول صحي صارم يقتضي القيام بعملية تعقيم وتنظيف شامل ودقيق لجميع مكونات هذه الباخرة وحمولتها قبل الشروع في عملية استقبال العربات والمسافرين القادمين على متنها. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يأتي في سياق المواكبة الدقيقة التي تفرضها المصالح المينائية من أجل تفادي استخدام هذه الحشرة الضارة وسريعة الانتشار التي تعيش فرنسا حاليا على وقع تفشي كبير لها في مجموعة من المدن الكبرى، خصوصا في المواصلات والأماكن العمومية. وتجتمع الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع لوضع خطة عمل لمكافحة بقى الفراش، معربة عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات بكثافة، حيث رصدت حشرات البق في دور السينما والقطارات فائقة السرعة ومترو باريس وفي منطقة الانتظار بمطار واسي. وبقى الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تمتص دم الإنسان وتسبب له حكة شديدة، يمكن أن تتفاقم إلى تهيج جلدي لدى بعض الأشخاص. كما تتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تتناول وجبات دم منتظمة للبقاء على قيد الحياة ومن أجل مواصلة نموها. والدم البشري ليس الهدف الوحيد لهذه الحشرات، بل تهاجم أيضا أنواعا مختلفة من الحيوانات بما فيها الدواجن والطيور الأخرى. بينما تعتبر الوكالة الأمريكية لحماية البيئة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الزراعة الأمريكية بقى الفراش آفة صحية عامة. وكانت هذه الحشرات اختفت من الحياة اليومية في خمسينيات القرن العشرين قبل أن تعاود الظهور خلال الأعوام 30 الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة بسبب وتيرة الحياة القائمة بشكل متزايد على التنقل والنمط الاستهلاكي القائم على شراء السلع المستعملة، إضافة إلى تسجيل مقاومة للمبيدات الحشرية لديها. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.